رجل طلق زوجته 3 مرات متفاوتات وافاد ان وقد انجب منها 10 اولاد ما بين ذكور واناث، افيدونا جزاكم الله خيرا. ان طلقها 3 متفرقات انتهت، فان طلقها حتى تنكح زوجها، يعني المره الثالثه، قال بعد اول الطلاق مرتان، ثم قال فان طلقها يعني الثالث، اذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم طلقها الثالث خرجت انتهت، خرجت عليها حتى تنكح زوجها، وهكذا طالق ثم طالق ثم طالق انتهت. اذا طلقها مرتين العقل وبعد هذا الشكر وبعد هذا الغضب غيرت شعوره، ما ملك نفسه ولا في حال حيث ولا في حال قتال ولا في قول جماعة فيه، فإن الطلاق يمضي عليه على الصحيح على النافع جميعا. إذا سلم الطلاق من الموانع يمضي عليه الطلاق، إذا طلقها الثالث حرمت عليه حتى تنكح زوجها غيره. أما إذا كان طالق بالثلاث كلمة واحدة أنت مطلقة في الثلاث، هذا الخلاف أهل العلم، الأكثرون يرون أنها تمضي عليه أيضا وتحرم عليه إلا بعد الزوج، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحسب واحدة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وعهد عمر في أول خلافته، وهذا هو الأرجح أنها تحسب واحدة إذا كان بكلمة واحدة، قال هي مطلقة في الثلاث أو طالق بالثلاث، الأرجح من قول العلماء أنها تحسب واحدة وله مراجعتها. أما إذا كان في أوقات أو بكلمات طالق ثم طالق ثم طالق أو طلق ثم راجع أو طلق ثم راجع ثم طلق ثالثة تحكم عليه حتى تنهي زوجها غيره، هذا مقام الطلاق مقام في التفصيل. نعم.